أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. نناقش في هذه الحلقة وعلى مدار 50 دقيقة محورين هامين: المسار السياسي الذي يفرض نفسه على الواقع ووكالات أيضا الأنباء والتناول السياسي والتحليلي، حيث المعارضة السورية بدأت بالأمس مناقشة وثيقة ديمستورا في إسطنبول، وأيضا المظاهرات التي خرجت اليوم في جميع أنحاء سوريا تقول لا للفيدرالية. لمناقشة هذه المواضيع ينضم إلينا عبر في الاستديو بداية السيد فايز سارة، عضو في لجنة القاهرة للحل السياسي، وأيضا عبر السكايب سيد جواد أبو حطب، عضو الائتلاف الوطني السوري. مرحبا بضيوفي جميعا. أبدأ مع سيد فايز سارة في الاستوديو. سيد فايز مرحبا بكم. يعني ما هي أبرز يعني بنود هذه الوثيقة، وهل تحقق بالفعل تطلعات الشعب السوري؟ أولا أود أن أرحب بالزميل جواد أبو حطب، دكتور جواد أبو حطب، وأنا أيضا عضو في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة. يعني الحقيقة الوثيقة اللي أصدرها ديمستورا في تقديري، وهذا ربما تقدير كثير من المعارضين السوريين، أنها لا تلبي بالفعل الأسس أو الاحتياجات الأساسية ولا تتقاطع مع الأهداف الرئيسية للثورة السورية. لكن وهذه لكن دائما كما يقال يعني تكمن فيها التفاصيل. ديمستورا عندما وضع هذا التصور كان الأساس الذي وضع عليه التصور هو المحادثات التي أجراها خلال الجولة الأولى والجولة الثانية في مع الأطراف المختلفة، سواء كانت أطراف سورية بما في ذلك وفد النظام وفد المعارضة والمستشارين، أو الأطراف الدولية بهذا المعنى الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الدول، مجموعة الدول 18 المعنية بالقضية السورية أو التي تتابع القضية السورية. في هذا الأمر كان يستند أيضا إلى القرار 2254 والذي أقر بعد لقاءات فيينا وما صدر في فيينا في الاجتماعين المختلفين أو متواليين عن رؤية هذه المجموعة الدولية، نعم، لقضية الصراع وحل القضية السورية. في رأيي هذا تجاوز التوافق الدولي الكبير والذي اعتمد أصلا لحل القضية السورية، وأعني بذلك بيان جنيف 1، أيضا تجاوز حتى مخرجات جنيف 2 التي أعادت مرة أخرى الاعتبار لبيان جنيف 1. بهذا المعنى عندما وافقت المعارضة على بيان جنيف 1 وعندما دخلت جنيف 2 على أساسه كانت ترسي مبادئ أساسية، منها مثلا هيئة الحكم الانتقالي ذات الصلاحيات الكاملة والتي تعني بشكل واضح دون لبس أنه لا مكان لبشار الأسد ولا زمرته في واقع وفي مستقبل سوريا. بمعنى أن عندما نتجاوز فكرة المفاوضة، عندما نتجاوز مرحلة التفاوض وصولا إلى هيئة الحكم الانتقالي، لن يكون لهؤلاء أي مكان في سوريا. طيب، هذه نقطة أعتقد أنها محورية. أكثر من ذلك أن الصلاحيات سوف تتركز، صلاحيات كلها سوف تتركز في هيئة الحكم الانتقالي. صحيح أنها منصوص عنها أنها بالشراكة بين السلطة والمعارضة أو بين الطرف الذي لم يغرق في دم السوريين والذي لم يغرق في الفساد والخراب، صحيح، لكن هؤلاء ملزمين، أعني هيئة الحكم الانتقالي بما فيها من معارضة ومن بعض أطراف النظام، ملزمين بالسير بسوريا نحو هوية واحدة، هوية جديدة تنفي عهد الاستبداد، تنفي عهد الدكتاتورية، تنفي عهد الفساد. طيب، والقتل، وتأخذ سوريا إلى نظام، طيب، ديمقراطي. نعم، تعددي. نعم، إذن هذه هي المشاكل، القضية الأساسية التي لم يعني تلحظها وثيقة ديمستورا. طيب، دعني أنقل هذه النقطة بالذات للسيد جواد أبو حطب. سيد جواد، يعني برأيك ما الذي ينقص هذه الوثيقة؟ ما الذي يخل بهذه الوثيقة كما قال السيد فايز سارة بأنها ركزت أو افتقدت لعدة أمور هي أساسية في مطالب المعارضة، وقبل ذلك هي أساسية في مطالب الشعب السوري؟ هل تتفق مع هذه الرؤية؟ مساء
السلام عليكم، مساء الخير. يعني لا أريد أن سأضيف ما أو أكمل ما بدأه الأستاذ فيصل. نحن نعلم جميعا أن وثيقة جنيف واحد لم يحظى بالسنين بأساس عندما أسست، وأنا لم أكن من يريد جنيف اثنين، ولكن عندما ذهبوا الآن إلى جنيف الثلاثين، هل ديمستورا جاد والمجتمع الدولي بإنجاز الانتقال السياسي في سوريا أم لا؟ أريد أن أقول أن ديمستورا عندما جاء في وثيقته أطراف المعارضة بدل أطراف، يعني أطراف وأطراف المعارضة، يعني يريد أن يميع الموضوع وأن يجعل هناك معارضات كثيرة. أيضا عندما قال حكومة انتقالية وقال أنها بالترجمة، يعني هناك بعض المقدمات التي صدرت حتى باللفظ من ديمستورا هي لا تشجع، أنا برأيي ولا أرى أنها بارك، يعني بدايات جيدة. في الحقيقة ما يريده الشعب السوري، يعني أريد أن ألخص، نريد انتقالا سياسيا حقيقيا يؤدي إلى ذهاب هذا الحكم وهذا رأس الدولة وأنظمته وكل الأفرع الأمنية. أي شيء لا يحقق ذلك فهو غير مقبول. الأهم من ذلك أخي الكريم، كنا دائما نقول أن لبدء المفاوضات يجب أن يكون هناك مقدمات لم نضعها أيضا نحن، وضعها جنيف واحد إذا كما تذكرون، وضعها الأمين عام المتحدة السابق، وهي وقف القتل، إطلاق المعتقلين، فك الحصار. يعني البارحة وصباح اليوم قصفت الطيران الروسي ونظام اليوم مشفى اليماضية في جبل التركمان، والبارحة مدرسة في الغوطة الشرقية. أين الجدية حقيقة؟ في أنا غير متفائل، ولا أرى أن المجتمع الدولي أولا ولا ديمستورا الذي يتمتع بمكر ودهاء سياسي، يجلس مع المعارضة ويريد أن يقنعهم أنه يحقق أماني، يجلس مع النظام ويقول له لا تغيير كثير. طيب دعني أنقل هذه النقطة سيد جواد أبو حطب إلى سيد فايز سار. يعني هنا سؤال يطرح نفسه سيد فايز وتعليقا وعطفا على ما ذكره سيد جواد أبو حطب، لماذا احتاجت أو تحتاج هذه الوثيقة هذا الوقت من الدراسة؟ يعني هذه الوثيقة من 12 بندا قدمت تقريبا للمعارضة أو لطرفي النظام منذ نحو أسبوع. هل تعتقد أن المجتمع، يعني الأمور واضحة، لماذا يراوغ المجتمع الدولي؟ لماذا يتأخر؟ لماذا يعني يأخذ هذا المزيد من الوقت ولا يحقق مطالب واضحة تماما بالنسبة للمعارضة وبالنسبة للشعب؟ نعم، نحن نتكلم عن مطالب واضحة، هذه المطالب الواضحة بالنسبة لنا، لكن هناك أطراف أخرى تقاوم هذه المطالب. لو كانت هذه المطالب واضحة بالنسبة للنظام لم تكن هناك في الأصل قضية سورية. لو كانت هذه المطالب واضحة بالنسبة للأطراف الدولية لكانت أخذت بها منذ زمن. يعني طويل. عفوا، ما الذي ينقصها حتى لا تكون واضحة؟ إذن نحن ما المشكلة فيها حتى يعني نعم. يبقى المجتمع الدولي يتعاطى بهذه الصورة المتذبذبة والمراوغة؟ نعم، أنا أعتقد أن المجتمع الدولي لا ينظر إلى القضية كما ننظر لها نحن. نحن أصحاب القضية، المجتمع الدولي له آراء ومواقف ومصالح، وبالتالي لا يمكن أن نتساوى دائما في النظر إلى القضية السورية، هذه بديهية. دائما يقف الناس عند مصالحهم وعند فهمهم وعند رؤيتهم، ولا يأخذون بآراء الآخرين إلا بعد دراسة وتمحيص وتدقيق ورؤية إذا كانت هذه القضايا تتوافق مع مصالحهم. القضية السورية ليست في برنامج المجتمع الدولي رقم واحد. وهل المعارضة معنية بتحقيق مصالح المجتمع الدولي؟ لا 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 لا، بالعكس، المعارضة معنية بتحقيق مصالح الشعب السوري، لكن هذه المصالح لو كانت المعارضة قادرة منذ اليوم الأول، لو كنا قادرين أن نطيح نظام بشار الأسد لم نكن ننتظر أحد ليقول لنا لا. إذن نحن بحاجة إلى تفاهم مع المجتمع الدولي، رؤية الجوانب الإيجابية وتطويرها ورؤية الجوانب السلبية في قضية السياسة مع المجتمع الدولي وتجاوزها، هذه هي القضية الأساسية. لذلك لسنا وحدنا في هذا الميدان، لو كان الأمر يتعلق بنا أنا متأكد أن أول سوري سوف
ينادي ونادى بإسقاط النظام، لكن ليست القضية كذلك. من هنا أعتقد أن كل الحق للمعارضة أن تجلس وتقرأ هذه الوثيقة، ليس فقط بنصوصها ومحتوياتها، لكن أن تقرأها بدلالاتها وبيئتها الدولية. اليوم القضية السورية، العامل الحاسم اليوم والذي يدفع بالقضية السورية ليست أحداثها الداخلية وإنما تداعياتها الإقليمية والدولية، هذا الذي يدفع اليوم المجتمع الدولي للاهتمام بالقضية السورية. دعني أقول ببساطة شديدة، العمليات الإرهابية في بروكسل الآن وضعت أوروبا والغرب على النار، أنه ينبغي بالفعل الدخول في مواجهة ضد الإرهاب. الإرهاب كما يتصور الغرب مصدره سوريا، مصدره فعلا نشاط جماعات إرهابية في سوريا. يعني وقد فعلوا ذلك كانوا نعم. كانوا كان نعم. كان كان السيد فايز كان على رأس أولوياتهم إسقاط النظام. بعد العمليات التي حصلت في أوروبا توجهوا للانضمام إلى التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة وتركوا النظام على جنب وأصبحوا يراوغون نعم. نعم. ويدخلون نعم. السوريين نعم. في دهاليز السياسة التي لا تنتهي. دعني أكمل الفكرة إذا سمحت. إذا العامل الأساسي بالنسبة لهم اليوم هو مكافحة الإرهاب. العامل الآخر وهو عامل ضغط كبير هو مسألة اللاجئين. مسألة اللاجئين وكما هو معروف لا أجلب أشياء لا يعرفها الناس وإنما أؤكد عليها تماما، مليون لاجئ في أوروبا التي تعد 500 مليون شخص نعم. ومساحة كبيرة وإمكانيات اقتصادية كبيرة جعلوا هذه القارة طيب. تتهدد بواقعها السياسي والمستقبلي. لذلك اليوم إنما يتجهون لمعالجة القضية السورية على الأقل في موضوعين، الإرهاب واللاجئين. طيب. نحن بالنسبة لنا مسألة نعم. حياة وموت ومستقبل وتهجير وقضايا أخرى. إذن من هذول المنظورين بدنا نشوف عملية التوافق بين رؤيتنا إحنا كشعب وكمعارضة وبين رؤية المجتمع طيب. الدولي. طيب سيد جواد أبو حطب، يعني على صعيد آخر روسيا نفت أي اتفاق مع أمريكا حول مصير الأسد، كيف تقرأ هذا النفي؟ وهل لا زال هناك أدوار يعني يتقاسمها المجتمع الدولي في موقفه من الوضع في سوريا؟ نحن قراءتنا لما تريده المعارضة يختلف كثيرا عن ما يريده النظام، لكن ما أقصده أين الدول أصدقاء سوريا، أين الدول الشقيقة تركيا والسعودية وقطر والدول الداعمة لقضيتنا؟ هنا أنا برأيي الحقيقة المشكلة، الذين يدعمون النظام يدعمونه بكل قوة، يتبنون كل أفكار، أين أصدقاؤنا نحن؟ يعني الحقيقة أصبحنا نريد أن نشرح لأصدقائنا ولأخوتنا الذين يؤيدون المعارضة أولوياتنا، هنا تكمن المشكلة. النظام لن يسلم ولا كان لا يعترف نهائيا بالمعارضة، لا يعترف بأن هناك الإرهابيين، لكن مع التطورات التي حدثت على الأرض، صمود الشعب السوري، صمود الشعب السوري بأكمله الذي تحمل التهجير والقتل، حقيقة السؤال أنه هل تريد هل نحتاج إلى هذه القراءة؟ أنا هذا ما أريد أن أوجهه إلى الأخوة في الشقاء في السعودية وفي تركيا وفي قطر، أين هم؟ أنا لا أرى هناك خلافا أمريكيا روسيا على ما تريد أن تحقق المعارضة أو ما تريده، هناك خلافا على المصالح، نعم كما قال الأستاذ فايز هناك خلاف كامل على المصالح، ماذا يريدون وأين مصالحهم؟ أما قضية الإرهاب التي اهتمت بها، يعني أنا أعتقد أن العمليات الإرهابية التي قام بها النظام هي يعني لم تحدث في التاريخ، الكيماوي استخدمه في الغوطة 10,000 إصابة، 1,270 شهيد منهم 400 طفل، وكثير من المجازر التي حدثت، أي إرهاب أكثر من هذا؟ هل المجتمع الدولي مهتم بحقيقة في الإرهاب؟ أنا يعني أعتقد هناك عنده إذن يزن بوزنين. ألخص فأقول أن نعم نحن السوريين أم الصبي ويجب أن نهتم بماذا نريد، يجب أن يكون فريق يفاوض وفريق يقاوم، نعم أنا أؤمن بذلك، لكن حقيقة أنه المشكلة أن الأخوة اللي عم يفاوضوا
هناك ضغوط هائلة ولا يوجد من يساندهم، فأصبح حتى تفسر كلمة بتفسيرات، كل كلمة تحتاج إلى تفسير، وهذا سيجرنا إلى مفاوضات طويلة ويمكن أن نصل إلى نتيجة في نعم. طيب سيد فايز سارة، الكرملين قال بأنه نأمل بأن يبدي وفد الأسد مرونة بمحادثات السلام، كيف يمكن أن نفهم الموقف الروسي؟ هل الموقف الروسي يعني متسق أم متناقض؟ يعني أنا بعتقد أن الموقف الروسي اليوم أمام حقائق فعلا. اليوم العالم لم يعد يقبل باستمرار ما هو قائم، لذلك هناك ضغوطات جدية. صحيح أنها لا تلبي تماما الطموحات التي نطمح لها، لكن هي كافية لتحريك المسار بالنسبة للعملية السياسية حول سوريا وفي سوريا. هذه قضية أعتقد أنها واضحة على الأقل في التفاهمات التي تضمنتها وثيقة ديمستورا، وهذه ينبغي أن ننظر لها ونتعامل ونتفاعل معها بغض النظر إذا كانت تلبي بأي نسبة، لأنها جزء من عملية سياسية دولية. النقطة الثانية التفاهمات الأمريكية الروسية، والتي كانت ليس فقط بنتاج زيارة جون كيري ولقاءاته مع بوتين ولافروف، هذه تم إعلانها، لكن هناك خبر، وهذا الخبر مؤكد، ليس يعني خبرا مسربا فقط، لا هو مؤكد تماما، هذا الخبر أن المخابرات الأمريكية قد بحثت مستقبل الأسد في موسكو مطلع آذار الماضي، يعني قبل 30 يوما كان هناك شخصيات كبيرة من الاستخبارات الأمريكية بحثت في موسكو مصير الأسد. وأنا أعتقد أن هذا الأمر الروس قالوا عدة مرات، نحن لا نتمسك بالأسد، وأنا أعتقد أنهم لا يتمسكون بالأسد، هم يتمسكون بالنظام الذي يجد في أحد تعبيراته الأسد. ماذا لو ذهب بشار الأسد وجاء بشار أسد آخر مثله تمام؟ لا يتغير في الأمر شيئا. أننا نستبدل قاتل بقاتل، يعني ومستبد ومستبد. ما أهمية أن تبحث المخابرات المركزية الأمريكية مصير بشار الأسد، والقضية بالنسبة للمجتمع الدولي عموما ونظنه أمريكا وعلى رأسه أمريكا، المشكلة القضية الأساسية هي بقاء النظام الأمني والعسكري. تمام. إذن لكن اليوم من ناحية معنوية ومن ناحية سياسية كثيرون يصرون فعلا على ذهاب هذا الشخص، لأنه كان المسؤول المباشر عن كل المجازر والجرائم التي ارتكبت في سوريا. هذا بمنطق من يعني هذا بمنطق معين. تمام. لكن بالنسبة للسوريين هم غير معنيين بشار الأسد. لا لا بشار الأسد هو على رأس النظام. دعنا يعني ندقق في هذه القضية. السوريين فعلا هم شعب مكلوم من هذا الشخص القاتل المدمر إلى آخره. تماما. وأنا أحب أن أذكر السوريين عندما مات المقبور وجاء ولده وهم يعرفون أن هذا هو سليل النظام، لكنهم نظروا بطريقة مختلفة ما بين المقبور الذي هو والده وما بين الوريث. إذن أنا أعتقد أن علينا أن ندقق بالفعل في هذه التفاصيل. ليس المقبول بالنسبة لي كسوري، ليس مقبول لا بشار الأسد ولا أي واحد مثل بشار الأسد ولا نظام بشار الأسد ولا نظام بشار تماما لا يكون مقبول لكن لديك لكن أي لكن بقية من الجهاز الأمني لكن والعسكري. في المجتمع الدولي تغيير هذا الشخص أصبح الآن جزء من آليات أو من قضايا أو من تفاصيل حل القضية السورية. لذلك مثلا الأمريكان حتى بعد القول، كل قول يتعلق ببشار الأسد ومستقبله ووجوده في مستقبل سوريا، يصعد الأمريكان ويقولوا، وحتى الفرنسيين وحتى أطراف أخرى يقولون لا، من غير المقبول أن يكون بشار الأسد. طيب. دعني أنتقل إلى سيد جواد أبو حطب. سيد جواد أبو حطب، بشار الأسد هو رئيس سوريا،
بغض النظر عن موقف المعارضة، بغض النظر عن موقف حتى الشعب السوري، نحن نتحدث عن الأمر الواقع. بشار الأسد هو الذي أعطى الأمر بقتل السوريين في هذه المظاهرات أو في هذه الثورة المستمرة منذ 6 سنوات، لكن بشار الأسد لم ينزل مثلا بنفسه ويحمل بارودة أو يحمل كلاشينكوف ويقتل السوريين. هناك نظام أمني، هناك نظام عسكري، جيش، هو الذي نزل وقتل السوريين في حتى في منازلهم. ما الفائدة بأن يذهب بشار الأسد ويبقى هذا النظام؟ يعني على المستوى العملي لا قيمة لهذا الأمر. أخي الكريم، أنا كسوري وكل من التقيته هنا في سوريا لن يقبلوا أصلا مناقشة مصير بشار الأسد أين سيذهب. بشار الأسد يجب أن يحاكم في سوريا، ربما في دوما، ربما في حمص، ربما في الزبدان التي دمرها، لن يقبل. يعني هذا هو خلافنا. لماذا يعني بالنسبة لنا مصير بشار الأسد هو المحاكمة؟ نحن لا نقبل إلا بمحاكمته. يعني المجتمع الدولي طلب من حسني مبارك أن يذهب، فاستقال وذهب وتنازع عن الحكم، وبقى نظامه الآن الذي انقلب عسكريا على حكومة شرعية. سيتعاملون معنا بهذه الطريقة إذا لم تتعامل المعارضة بطريقة أدق وأعمق وتحقق تماما بصورة واضحة ودقيقة وحرفية مطالب الشعب السوري. أخي، نحن ما نريده هو تماما الحفاظ على المؤسسات وذهاب هذا النظام من الأخير. يعني تصور أن نقبل غدا في سوريا أي طيار من طيارين بشار أسد الذي كان لرمى آلاف القنابل والبراميل على البيوت وهدم 3 ملايين بنزين، كيف نقبل أي طيار أو ضابط؟ كيف نقبل كل الذين الآن يهاجمون المدن من مجرمي بشار الأسد؟ حقيقة يجب أن نكون واضحين. نحن وأنا هذا رأي خاص، أنا لست لا أمثل لا هيئة سياسية ولا أحد، أقول من غير المقبول بقاء بشار الأسد وكل ضباطه وكل من أجرم وقتل السوريين، ويجب أن يحاكموا. لن نقبل رحيل عن سوريا. المجتمع الدولي لا نثق به. إذا كان يريد أن يجد حلا مسخا للسوريين يستمر ربما النزف، ربما يريد يعني تبييض وجهه أن يخرج من هذا المأزق الإنساني الذي يعني أصبح فضح أمام شعبه، أنه يدعي الأخلاقية، يدعي المثل، يدعي تعلم أن المجتمع الغربي دائما هو أبو المثل. الآن يقوم هو بالمشاركة في قتل السوريين سواء في البحر، لا بسر في البحر، والآن يعني لم تخرج هذه البوارج إلا لقتل واصطياد الهاربين من الموت، ولم تخرج لإسقاط بشار أسد القاتل. يعني شوف هذا التناقض. البرلمان البريطاني يصوت لا لإسقاط بشار أسد الذي يقتل بالكيماوي، وبعدها استخدم بشار الأسد الكيماوي أكثر من 100 مرة. وماذا أريد أن أعدد لك؟ حي أنا لست متفائلا. المجتمع الدول يريد إخراجنا، ما يعني تنازلنا لا يغير من سياسة الدول الكبيرة ومصالحها، لن يغير. طيب، الصوت لم يعد واضحا سيد جواد أبو حطب. أنا الآن أريد أن أذهب إلى فاصل، أتمنى من الزملاء أن يعيدوا الاتصال معك كي يكون التواصل واضحا وسليما. مشاهدي الكرام، فاصل ثم نواصل، فلا تذهبوا بعيدا. We'll be right back.
ساتينا وإيران. شيلوا الهود. هاي هاي لا تقع هاي هاي. والبلد بلدنا رغم أنفن. والشام شامنا رغم أنفن. البلد بلدنا رغم أنفن. ولك إذا منا ننفنك. نحدي الدار في شباب يعمروها. لك عندي شباب لسه بيعمروها. إن شاء الله نحن بأسلاحات طيرانك ودباباتك وسفينتك كلها تحت جرنا ولا رح نسير فينا بما الله خير. إذا كنتم جيوش الأسد فنحن جيوش الواحد الأحد. ثورتنا مثل الصلاة مثل واحد مثل واحد الأحد. تبدأ بالتكبير وتنتهي بالشهادة بالتكبير. الله أكبر. نحن إيماننا بالله بنخاف بس الله. والله 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 لو اجتمع الجنوب مع الشرق فلا يكسر لهم. وآذونا بكل دول لديكم وزيدونا فإنا صابرون وزيدونا فإنا صابرون. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. أعود إلى السيد فايز سارة. سيد فايز، يعني وزير الخارجية البريطاني هامود يقول في إن اقتراح بشار تشكيل حكومة وحدة وطنية لن يحل الصراع. برأيك هل لدى بريطانيا أي تصور عن المسار الذي ينبغي أن يكون في سوريا؟ وهل هذا موقف مبدئي أم براغماتي من لندن؟ يعني أنا بعتقد اليوم الأطراف المؤيدة أو القريبة من قضية الشعب السوري عندها تصور هو أميل أو أقرب إلى ما تضمنه بيان جنيف، يعني أن يكون الحل فعلا في جوهر وهيئة حكم انتقالي. هذه الهيئة تأخذ صلاحيات كاملة ثم تجري التعديلات اللازمة سواء كان على صعيد الدستور، على صعيد حكومة انتقالية، على صعيد القضاء، على صعيد إعادة بناء المؤسسات المختلفة للدولة السورية، على طريق انتخابات ثم انتخابات تشريعية ثم انتخابات في بالخاتمة انتخاب رئيس جديد لسوريا، كله في إطار نظام ديمقراطي جديد. هذه هي الرؤية. وأعتقد أن حلفاء الشعب السوري أو المقربين من الشعب السوري من دول ومنظمات يوافقون على هذا المسار، لكن كما هو معروف الآن هناك وخاصة بعد الدخول الروسي إلى عمق القضية السورية ينبغي أن ننظر بجدية لهذه القضية. الروس ليسوا فقط متدخلين، ليسوا داعمين للنظام، الآن أصبحوا على الخريطة السياسية العسكرية الميدانية خاصة في ضوء الدعم الذي يقدمونه لقوات سوريا الديمقراطية التي قال أحدهم أنها تسيطر على 16% من الأراضي السورية، في ضوء وجود داعش أيضا التي تسيطر على مساحة كبيرة. إذن الروس موجودين، لذلك ينبغي على الدول الصديقة، وهذا معروف لا أذيع سرا، أن هناك تواصل بين الولايات المتحدة الأمريكية على نحو ما كانت لقاء كيري بوتين مؤخرا، وهناك تواصلات حتى من جانب الدول العربية الأقرب إلينا، ربما أخوتنا في تركيا أبعد عن هذا الموضوع نتيجة حساسيات وخلافات روسية تركية نابعة أصلا من أصل المشكلة السورية، من أصل القضية السورية وموقف والتباين بين موقفين. إذن إذا هذول الموقفين المختلفين لازم يكون في جهد يبذل من أجل أخذ الموقف الدولي إلى الأقرب في مصالح الثورة السورية والشعب السوري، وهذا ربما ما يمكن أن تفعله بريطانيا بغض النظر عن رئيس الوزراء أو وزير الخارجية وفرنسا وألمانيا وأطراف أخرى وحتى الولايات المتحدة الأمريكية في وقت تسعى فيه تركيا والسعودية وقطر وبلدان أخرى من أجل أن تثبت وجهة النظر هذه أو الموقف هذا. طيب، في حل القضية السورية. طيب سيد جواد أبو حطب، يعني هناك حديث أو أنباء عن أن روسيا وإيران تحاولان إقناع الأكراد بالانسحاب من هيئة المفاوضات، ما الغرض من ذلك وإلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه المحاولات؟ أريد أن أكمل ما بدأه الأستاذ فايز سارة باختصار لو سمحت. نعم نعم، أن روسيا هي فعلا هي جزء، يعني هي جزء على الأرض، هي شريك النظام وهي الوسيط بالتشارك مع أمريكا لحل القضية. لن يكون هناك تطور، ما أريد أن أقوله
في تطور الحل السياسي إلا إذا أصبح أيضا شريك المعارضة موجودا على نفس قوة روسيا، لأن روسيا هي لها الباع الطويل، وأصدقاؤنا إلى الآن ما زالوا فقط هي التشجيع والمساندة الكلامية والبيانات. إذا لم يكون هناك بالمقابل بنفس الوزن ستظل القضية تراوح لفترة طويلة. بالنسبة لقضية الإخوة الأكراد، طبعا الإخوة الأكراد الشعب الكردي هو جزء أساسي من الشعب السوري. إخوتنا الأكراد عانوا ما عانوا من الظلم كما عانى كل المجتمع السوري. أيضا هناك اختطاف للقرار الكردي، يعني الإخوة الأكراد مظلومين بطرفين من النظام سابقا والآن من طرف نعم. كردي يريد أن يسيطر على قرار الأكراد. هذا الطرف هو الذي اشترى ويباعنا برأيي، يعني الحقيقة أن روسيا وإيران والنظام يحاولون كسب بعض الأصوات، لكن أنا برأيي أن شريحة كبرى من الإخوة الأكراد هم جزء من الشعب السوري، وأعتقد أنهم لن ينجحوا، سيزيدوا الفرقة، يعني يريدوا أن يقسموا حتى الإخوة الأكراد، يعني يريدوا أن يقسموا جزء من الشعب السوري، يقسموا المقسم. هذه مشكلة كبيرة، وأنا لا أعتقد أنهم سينجحون في هذا طيب. المسار. دعني أعود إلى السيد فايز هرا في ذات القضية، يعني فكرة وفد كردي موحد يكون طرف ثالث في هذه المعارضة، ألا يعمق الانفصال؟ ألا يعيق الجهود؟ ألا يفشل المفاوضات؟ بل حتى يعيق تقدم هذه الثورة وتحقيق مطالب الشعب؟ من قال أن هناك وفد كردي؟ يعني الكلام اليوم واقعيا هو أنه في وفد للمعارضة سمته الهيئة العليا للمفاوضات. في هذا الوفد هناك أكراد، هم جزء من وفد المعارضة، وهم يمثلون الأكراد الذين هم جزء من الشعب السوري تماما مثل البقية الباقية. ليس هناك وفد كردي إلى جنيف، لكن هناك محاولات من روسيا وإيران من هناك محاولات، وهذه المحاولات ليست جديدة، وهذه المحاولات عموما أريد أن أوضح ليست بصدد أن هنا أن الأكراد سيكونون هناك. الكلام يجري عن طرف من الأطراف الكردية، والإشارة تماما إلى حزب الاتحاد الديمقراطي. لم يشير أحد إلى الأكراد كمجموعة، لأنهم الأكراد حزب الاتحاد الديمقراطي. المجتمع الدولي تراجع عن دخوله أصلا في هيئة في الهيئة العليا للمفاوضات، ما الذي دفع به إلى الواجهة مرة أخرى؟ هم الروس والإيرانيين اللي عم يحاولوا، حتى النظام عم يحاول يقول إنه هدول ممثلين الأكراد. الحقيقة إنه حزب الاتحاد الديمقراطي هو أحد الأحزاب الكردية. لدينا في الائتلاف الوطني وحتى في لجنة القاهرة المجلس الوطني الكردي الذي في عضويته أكثر من 15 حزب كردي، وأحزاب لها تاريخ، وأحزاب معروفة بشخصياتها وبتوجهاتها وتوافقاتها مع الكل السوري أكثر. إذن لا أحد يستطيع القول أن هناك وفد كردي. هناك أكراد سوريين يشاركون بوفد المعارضة، وهم حتى الآن ليسوا بصدد الانسحاب من وفد المعارضة. لكن المجتمع الدولي فيما يبدو على الأرض معني بالأحزاب الانفصالية الموجودة في داخل سوريا أكثر من الأحزاب الـ15 الموجودة داخل الائتلاف. دعني أؤكد، ليس المجتمع الدولي ككل، هناك بعض الأطراف، وأستطيع بالفعل أن أحصرها تماما. أقول روسيا، وأقول إيران، وأقول نظام الأسد. هذه الأطراف تشجع على وجود أو على القول بأن الأكراد ليسوا موجودين. لا، الأكراد موجودين، وهم أعضاء في وفد التفاوض وأعضاء في الهيئة العليا التي أنتجها مؤتمر الرياض. إذن الكلام يجري فقط عن جماعة سياسية. وإذا ذهبنا في هذا القول، يمكن القول أن هناك عشرات من الأحزاب السياسية في سوريا ليست ممثلة في الهيئة وليست موجودة في وفد التفاوض. هل هذا يعني أننا علينا أن نأخذ الشعب السوري كله إلى الهيئة العليا ونأخذه أيضا إلى التفاوض؟ طبيعة الحال دائما
لا يمكن القول أن المعارضة هي معارضة موحدة، لكن يمكن القول أن وفد المعارضة هذا أو ذاك يملك نسبة تمثيلية عليا. نعم. كما طيب. هو يحصل في وفد طيب. الهيئة. أريد أن أنتقل للمحور الآخر للمظاهرات الجديدة في جميع مدن سوريا، يعني رفعت شعارا أساسيا اليوم لا للفيدرالية. نشاهد هذا التقرير الذي يتحدث عن هذه القضية ثم نعود لمتابعة حوارنا. تواصل المدن والبلدات والقرى السورية للجمعة الخامسة على التوالي خروجها للمظاهرات، تأكيدا منها على الاستمرار في الثورة إلى أن تحقق مطالبها في الحرية والعدالة والكرامة وإسقاط النظام بكل رموزه وأشكاله. فيما أكد المتظاهرون اليوم على وحدة سوريا ورفض التقسيم، حيث حملت الجمعة اسم لا للفيدرالية، كما يصادف اليوم ذكرى استشهاد أول 8 شهداء في مدينة دوما في غارات جوية شنها النظام على المدينة. فيما بدأت المظاهرات اليوم قبل صلاة الجمعة في دوما بريف دمشق، حيث حمل المتظاهرون لافتات تؤكد على عجز القصف والحصار الذي تفرضه قوات النظام والميليشيات التابعة له عن قتل الثورة والقضاء عليها، كما أكدوا على التعاون وتوحيد الأهداف والمصالح بين فصائل الثوار مثل جيش الإسلام وفيلق الشام، ونددوا بالمجازر وأبرزها مجزرة دير العصافير أمس والتي راح ضحيتها 32 شهيدا. دير العصافير وشهداء الثورة السورية. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. أعود إلى السيد جواد أبو حطب. سيد جواد، هذه الصور، هذا التقرير الذي تحدث عن استمرار هذه التظاهرات والتي بدأت بالعودة وكثافة الزخم مرة أخرى بعد انقطاعها سنوات طويلة، بدأت بعد سريان هذه الهدنة، هذا الحراك الشعبي السلمي الذي ما زال متجددا، ما الذي يحمله من دلالات وإلى أي مدى يمكن أن يستمر؟ يعني بعد 1825 يوم من بطش النظام وقصفه واستخدام كل الأسلحة التدميرية وكل المجازر وكل العنف الذي استخدمه، عندما نزل او خف العنف رجع السوريون الى الساحات والى النضال السلمي، وهذا يدل على صدق وأصالة هذه الثورة، يدل على إصرار السوريين على إسقاط هذا النظام، على أن النصر إن شاء الله سيكون حليفنا إن شاء الله وحليف الشعب السوري. هذا يدل أنه لم يستطع النظام ولم تستطع روسيا ولا إيران ولا الميليشيات التي أتت عبر الحدود من أن تجعل من الشعب السوري وتغير سلميته وقدرته على وحضارته في الحقيقة. هذا دليل أن عمق وتجذر الحضارة السورية أو الحضارة في الشعب السوري. نعم. هذه رسالة إلى أمريكا ورسالة إلى روسيا ورسالة إلى جميع الأطراف التي هي على الأرض السورية، أن السوريون شعب حضاري ولن يقبل إلا بحل حضاري يعيد للسوريين قيادة بلدهم وإزاحة كل هؤلاء الطغاة وكل هؤلاء المتسلقين وكل هؤلاء الذين أتوا من خارج سوريا، أتوا بالتطرف بكل أنواعه من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. الشعب السوري شعب حضاري معتدل، وما نراه الآن في كل المدن، لو كنت أنت هنا في المعرة النعمان أو كنت في أحد المدن في الشمال السوري أو في الغوطة لوجدت كأن اليوم الثورة في بدايتها، وهذا يدل على أن كل ما يفعلونه لن يلين عزيمة الشعب السوري في الحصول على حريته وبناء دولته القادمة إن شاء الله. نعم. جواد أبو حطب عضو الائتلاف الوطني السوري، شكرا جزيلا لك. أعود إلى السيد فايز سارة. خروج هذه المظاهرات السلمية على المستوى الدولي أو على مستوى الرأي العام في الشعوب الغربية، هل يؤثر بالفعل على الرأي العام العالمي بعد أن اصطبغت الثورة السورية بعد 5 سنوات بكل هذه الدماء؟ نعم، أنا بدي أقول أنه يعني السوريين اليوم عم يأكدوا بالفعل جوهر ثورتهم مرة أخرى،
بعد كل ما قلت عن دماء ودمار وتهجير وضحايا، نعم هؤلاء هم السوريين وهذه هي أهدافهم. اليوم الخطاب باتجاه الحرية، باتجاه الحياة الأفضل، وهو خطاب لا يوجه فقط للنظام، رغم أن النظام هو أكبر قاتل وإرهابي، لكنه يوجه أيضا جماعات الإرهاب. في معرة النعمان يعني طلعت تظاهرات واضحة ومباشرة ضد الذين يحاولون بالفعل أن يعيدوا العقرب إلى عهد الاستبداد، سواء كان استبداد سياسي مثل ما بيساوي نظام الأسد، أو استبداد ديني مثل ما بيساوي جماعات التطرف طيب اللي بتستغل هاي القصص. طيب سيد فايز، هذا سنعود إلى هذه النقطة بالذات، ولكن دعني أخذ من درعة سيد أحمد المسال مع عبر السكايب، هو ناشط من هناك. سيد أحمد، حدثنا اليوم عن هذه الجمعة، جمعة لا للفيدرالية، كيف عبر السوريون عن هذا الشعار العميق والجوهري في ثورتهم؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. اليوم خرج العشرات بل المئات من المتظاهرين السلميين في بلدة الجيزة، هتفوا لوحدة سوريا ونددوا بالفيدرالية ونددوا بالانفصالات والانقسامات، وأكدوا بأن سوريا ستبقى موحدة. وكذلك الأمر خرج هناك مظاهرة ثانية في بلدة الحراك كان عددها كبير جدا، طالبت العمل على بقاء سوريا موحدة، وهتفوا ضد الفيدرالية وهتفوا ضد التقسيم. هذه المظاهرات تأتي بعد الشهر من بداية هذه الهدنة، حيث عادت المظاهرات إلى سلميتها لتنطق بالحناجر لتوصل للعالم الرسالة التي يبغي أن تصل، وهي السلمية بكل ما تعنيه الكلمة، بأننا سلميون وأن هذا النظام هو الذي يقتل ويدمر، ويريد هذه الثورة أن تكون معسكرة ومسلحة، وأيضا ليثبتوا للعالم بأننا أصحاب حق وحرية، ونحن نبحث على سوريا الموحدة، على كل الفسيفساء السورية مجتمعة بهذه الدولة الحرة. يعني لا مهرب يا أحمد، لا مهرب من للمجتمع الدولي حتى لو كرس هذا النظام بطريقة أو بأخرى، حتى لو أعاد إنتاجه وتعويمه مرة أخرى، سيبقى السوريون في الميادين يرفعون ذات الشعارات حتى يزول هذا النظام ورأسه. أنا أريد أن أسألك، بعد شهر من هذه التظاهرات منذ بدء سريان هذه الهدنة، هل ترى أن أعداد المتظاهرين تتزايد؟ نعم، الأعداد تتزايد بشكل كبير جدا وملحوظ، وهي تطالب بإسقاط هذا النظام، والمطلب الأساسي لهذه الثورة أن يكون هذا النظام خارج سوريا وخارج أي عملية انتقالية أو سياسية أو حتى عسكرية في سوريا، وما زالوا مثابرون على هذه السلمية. الأعداد تزداد من أسبوع إلى أسبوع، وكل يوم هناك مظاهرات في أرجاء محافظة درعا تنادي بإسقاط هذا النظام وتنادي بالبقاء على وحدة التراب السوري. طيب أحمد المسال ناشط من درعا، شكرا جزيلا لك. أعود إلى سيد فايز سارة، سأعود إلى الموضوع الذي تحدثت عنه. نحن أنا طبعا أتحفظ على جماعات الإرهاب هذه، لكن هذا بالنسبة لك هذا رأيك. معرة النعمان بريف إدلب شهدت تظاهرات لليوم 20 على التوالي تنديدا بجبهة النصرة، هكذا بكل صراحة أنا أقولها، رفض الشعب السوري هذا السلوك من جبهة النصرة. ما الذي يحمله ذلك من دلالات؟ يعني نحن لدينا ممارسات واضحة تماما من قبل هذا الفصيل يرفضها الشعب السوري، وهذا ما عبر عنه المدنيون في تظاهراتهم، لكن في نفس الوقت ينبغي أن نكون منصفين بأن جبهة النصرة نكلت في النظام. دعني يعني دعنا ننظر بعينين. تمام، لا أريد شعار ليذهب الظالمين بالظالمين. نحن لسنا لا نريد أن نكون لم يقم السوريين بالثورة ضد النظام من أجل استبدال بآخر. قاموا من أجل الحرية، قاموا من أجل العدالة، قاموا من أجل حقوقهم ومستقبل أولادهم بهذا المعنى، ولا أخصص جبهة النصرة. أنا بهذا المجال أقول نتحدث نعم عن واقع، يعني نعم أنا أقول أي إن كان من حملة السلاح في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام لا يحق له أن يقوم بعمليات استبداد وسيطرة على الشعب، هذا حق،
وبالتالي حق المتظاهرين أن يطلقوا نفس الأهداف القديمة دون أن يحاسبهم أيا يكن بسلطة الأمر الواقع بالتظاهرات. وهذه أريد أن أشير إليها. تفضل. منذ بدء التظاهرات في ريف دمشق، وأعني منتصف آذار 2011 تقريبا، وهناك مدينة اسمها سقطة، لم تتوقف التظاهرات في سقطة منذ ذلك التاريخ حتى الآن، كل جمعة. وبالإمكان العودة الآن إلى الأرشيف، كل جمعة تخرج تظاهرات سقطة لتعلن إسقاط النظام، وبعض الأحيان تخرج مظاهرات سقطة، تخلص المظاهرة التي تطالب بإسقاط النظام ثم تقام بتظاهرة أخرى لمطالبة بأولاد سقطة المخطوفين من قبل بعض التشكيلات العسكرية المسيطرة هناك. هذه حقيقة. نحن نقول أن من حق السوريين الذين قاموا وقدموا كل هذه التضحيات أن يحصلوا على حقوقهم، أن يحصلوا على حريتهم، أن يحصلوا على كرامتهم، وغير مسموح لأي فصيل أو جماعة دينية أو قومية أو عرقية أو طائفية أو طبقية أن تعيد السيطرة، أن تعيد إنتاج نظام بشار الأسد. طيب. وغيره وضحت بطريق الصورة. بهوية أخرى وضحت الصورة. لا نريدها الآن دعني أعود إلى النظام مرة أخرى وجرائبه، لأن هي الأبرز والأكثر. نعم. وقعت منذ يومين مجزرة في دير العصافير. نعم. راح ضحيتها أكثر من 30 سوري مدني. هل استمرار الهدنة بهذا الشكل في مصلحة الشعب السوري؟ أنا أعتقد أن ينبغي أن نرى في الهدنة مصلحة للسوريين لأنها توقف قتلهم، طالما أننا لا نستطيع أن نوقف هذا القتل بالقوة. ومع ذلك هذا لا يمنعنا في بداية السلمية وفي ذروة وصول أعداد الشهداء إلى ذروتها 250 شهيد يوميا. تمام. بعد ذلك ما الذي حدث؟ تمام. لذلك نقول أن الهدنة تخفف من دماء السوريين ومن خسائرهم. طيب. لكن علينا أن نضغط من أجل أن تكون هذه الهدنة حقيقية، لكنها ليست دائمة. أتمنى أن لكنها ليست دائمة. تستثمر المعارضة هذه الفرصة مرة أخرى، فرصة عودة المظاهرة السلمية يعني التي قدمتها المعارضة على طبق من ذهب. شكرا جزيلا لك فايز سارة، عضو لجنة القاهرة للحل السياسي، وأشكر بالطبع وعضو الائتلاف الوطني أيضا، وجواد أبو حطب عضو الائتلاف الوطني السوري الذي فارقنا منذ قليل، مازن الشامي، حقيقة انتهى وقت البرنامج، كنا نود أن تداخل معنا لتحدثنا عن التظاهرات التي حدثت اليوم بريف في دمشق وريفها. شكرا للجميع والشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام. ألتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من برنامج سوري اليوم. إلى اللقاء. سير ابن آدم عجب فيها البشر ألوان، ما بين خسيس وعزيز دول